رح نروح لغير موضوع. خلينا نشوف مزاجك عم تحكي عن البرامج. الفنانة مي حريري كمان كانت ضيفتنا وصرحت تصريح خطير. نشوف سوا. شغل وحنتجوز. فتحته حنتجوز. مين؟ أنا وزياد الرحباني. بس بهيدي الدمى اللي كثير بيحكوا انجلش إنه نحن أنا مش رح نتجوز بس ما في علاقة أنا وياه. شو زياد؟ إذا الواحد بيتجوز بضل بالجو بيتجوز يعني. لأنه الشيء اللي عم تقوله كثير هيك شو؟ إنه قريب للقلب يعني مش بتفكر فيه. كيف قفلتها هيك ما بعرف. حبيت أنت بدنا نضل هيك؟ بدنا نسألها بس أنت عم تجتمع كثير بمي بلا يعني علاقة في علاقة أنت ومي؟ بدنا نتجوز يمكن باليونان يمكن أصلاً إنه شيء أفلاطوني هونيك أو بطلع يعني شو أولاد عمي يعني اشتغلوا منيح على أفلاطون وعملوا مسرحية بده يطلع أسألهم شو قصدها شو كان أفلاطون بعرف الحب الأفلاطوني ما شو بالأفلاطون يعني ما بتحبك حب أفلاطون بس أنا ما بعرف إنه أفلاطون حب حدا أنتوا حدا بتعرفوا هالقصة؟ لا لا إذا أنت بتعرف يعني أكيد نحن بنعرف لا جد ما التفصيل ما بعرف عم لك أولاد عمي قروض هل فعلا رجع تجوز مي حريري؟ عملوا مسرحية هل فعلا رح تتجوز مي حريري؟ أو بس شغل؟ يعني أنا مع حريري صداقتي فيها بفتخر فيها وكثير أعجبت فيها كإنسانة كمرة كإنسانة شو هي ليش شو عم نحكي؟ إيه إنه كمرة كإنسانة يعني أشمل إنه فيها مرة وفيها تكون فيها مرة وفيها زلمة وفيها صديق وفيها كذا شغلة يعني بس إنه جديدة وفي شغل أنت وياها هلا كمان مفروض في عندك حفلتين أنت وياها كمان نسجل شغل معي الشغل بعده مفتوح كثير احتمالات اغاني وحفلات من لايف لاغاني لا يعني انا حكيت قبل بهالشيء وقلت لي وقتها هلا انت عم تشتغل معي بس خلص بنيس رح تكون انت وياها ان شاء الله وعلى صعيد العاطفي رح يكون في زواج ولا مش ضروري الواحد يطش كل شيء على الاخبار هلا ما ادري شو حشرتوه ولا فجيت لكم اياها ما بعرف شو قايلين له اضطرت تحكي الحقيقة يعني اضطرت تحكي يعني عم تحكي الحقيقة مي رح نروح من مي حريري للموسيقار بس بعضنا عم نفكر نحن عم نفكروا بالزواج بس هلا يعني عطيتني شيء ايجابي ما قلت لي ولا مرة بركي هلا انا عم بعرف هالشيء بس تعطوني لحظة بالبريك الرابع بركي بنفكر هلا البريك الرابع اوكي بس